أهلا بكم مشاهدينا. ما تجمهر حشود الجماهير الغفيرة في تظاهرة دعم شرعية الدولة ومؤسساتها في مقتربات وأسوار المنطقة الخضراء، ومن أجل تحقيق مطالب الشعب بالإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن. أيضا حث القوى السياسية خصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، إنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع. الشعب يحمي الدولة بدعمه التام للقضاء العراقي ومؤسساته ورفض أي تجاوز عليه أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية. الشعب يحمي الدولة بمطالبة رئيس البرلمان بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب والشعب له حقوق، وهذه الحقوق معطلة وينتظر من يمثل أداء واجباتهم بصورة كاملة. على طاولة واحدة اجتمع قادة الكتل السياسية في بغداد داخل القصر الحكومي، فاتجهت غالبية القوى السياسية التي تتصدى لمسؤوليات الخروج من الأزمات التي أغرقت البلاد بين تلاطم أمواجها إلى الحوار. فقد عادت بوادر التوافق مع الإطار الشيعي من قبل المكونين السني والكردي على خلاص البلد من الأوضاع الراهنة والخروج بعدة توصيات حرصا على العمليات السياسية. فقد اجتمعت الأقطاب تحت سقف التقارب بينهم تمخضت عنه جملة من القرارات، أولها ضرورة العبور من الأزمات عن طريق الحوار الجاد والاحتكام إلى الدستور في كل التحركات بما فيها حماية الممتلكات الحكومية، وكذلك دعا المجتمعون إلى إيقاف التصعيد بكل أشكاله منها الميداني والإعلامي والسياسي. ومن ضمن ما خرج به المجتمعون هو دعوة السيد الصدر إلى الحوار والتفاهم لئلا يستمر الانشقاق داخل البيت السياسي بعدما أعلن مقاطعته للاجتماع، إذ لم تفض محاولات الوساطة ودعوات الحوار إلى نتيجة مع تمسك التيار الصدري بإعادة الانتخابات وقبول الإطار الشيعي بذلك وفق شروط معينة وضعها الإطار. فهذا الاجتماع حظى بإشادة المراقبين للأحداث السياسية واصفين ذلك بالضرورة القصوى للوقوف على أسباب انبثاق الأزمات وكيفية معالجتها ووجوب الاستمرار بالحوارات حتى الوصول إلى بر الأمان للعملية السياسية وإنهاء الفتن بين أبناء الشعب الواحد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة والتي نغطي فيها آخر التطورات السياسية وما يجري في الشارع العراقي. معي في الاستوديو الأستاذ محمد فخري المولى، الباحث في الشأن السياسي. أستاذ محمد، أرحب بك. حياك الله. أيضا السيد عبد الرحمن الجزائري السياسي المستقل، حياك الله وحيا قناتكم الكريمة. مرحبا سيدنا. أبدأ معك سيد، وإحنا نتابع يعني تظاهرات اليوم أو الاعتصامات في بغداد، مطالبة البرلمان بعقد جلساته، مطالبة القوى السياسية بأخذ دورها والخروج من هذه المشاكل السياسية التي عطلت البلاد. ماكو حكومة، ماكو يعني ماكو خدمات. هذا المواطن اليوم من انتخب بدور خدمات. بالمقابل هاي تسمى الاعتصامات الحفاظ على الشرعية، يقابلها أيضا اعتصامات أخرى تنادي أيضا بشرعية الثورة. يعني كيف يمكن قراءة المطلبين؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر طبعا التحية لقناتكم الكريمة ولجمهوركم ولضيفك الكريم أستاذ محمد ولجنابك الكريم. حقيقة ما يجري هو اختلاف بين مظاهرة وبين مطالب. المظاهرة اليوم تشهير اليوم صوت المواطن العراقي، ولكن أنا أعتقد اليوم اللي يجري بالمرحلة هذه الاختلاف بين هذا الاعتصام وبين المظاهرة كالآتي. أولا اليوم المتظاهرين الذين يتسمون بمسمى التيار الصدري الذين خرجوا من العملية السياسية ب 73 مقعد، فبالتالي بتغريدة السيد مقتدى وبطلب من قائدهم سماحة السيد مقتدى الخروج إلى مظاهرة والدخول
وهذا كمان اكبر خطا طبعا، الدخول الى القبه التشريعيه. ما عاد يسميها مظاهره اليوم، المسمى اخر لدى يوم صلاه الجمعه طبعا، الثوره. نعم الثوره الحسينيه ومسميات يعني حقيقه لو نبتعد عنها بمسميات الدين والموضوع الاسلامي افضل. هذه قضية مطالب لربما هي سياسية غير مطالب جماهيرية بالحقيقة. بالتالي خروج سيد مقتدى ب 73 مقدع وخروجه من العملية السياسية، إذا الآن بقى اليوم الدور إلى للشارع العراقي. هسه أتباع التيار الصدري مع الحفاظ بالأرقام والحسابات اللي موجودة عندنا طبعا بالانتخابات السابقة والقبلها والقبلها، أن التيار الصدري لا يزال موجود بالعملية السياسية وعلى مستوى مدير عام ومعاون مدير عام موجودين اليوم بالحكومة العراقية، واكثر من نسبه الشيعة بالاطار التنسيقي اللي موجودين او الاكراد او السنه. ايش تريد تقول سيد؟ يعني اريد اقول اليوم اذا كانت الافضل للسيد ولسماعه السيد مقتدى مو هالشكل هذا، خروج ودخول قبه تشريعيه. اليوم هاي القبه التشريعيه اليوم تمثل العراق، تمثل دستور العراق، تمثل حكومه العراق، كان الاجدر بهذه الطريقه، لا ربما كان طريقه افضل. يعني خلي نعتبر الرجل يعني سرع وسحب نوابه، لكن نعم. هو نفسه في العمل السياسي ما زال باقي عنده وايضا يعني خطوات العمل السياسي تابعها ويراقبها وحتى يهدد ويحذر. نعم شلون نتعامل مع هذا الوضع والكتله الصدريه غير موجوده قانونيه في البرلمان؟ يعني الاخوان في الاطار التنسيقي يعني قعدوا ويا سماحه سيد مقتدى يعني ومع الهيئه السياسيه قبل حتى خروجه طبعا، كانت اكو مفاوضات، حقيقه كانت اكو مطالب شوي معقده. اليوم ست زينب يطالب السيد الصدر مطالب يعني حقيقه تعجيزيه، لا يقدر الشارع العراقي ينفذها حقيقه وجمهوره، صعب جدا، ولا يمكن العمل السياسي ايضا بتنفيذه. يعني اليوم حل الدستور العراقي ما ممكن، الدستور العراقي انكتب بيادي عراقيه، واذا كان اكو تعديل لربما وانت بالعمليه السياسيه، مو ان تخرج من العمليه السياسيه وتطالب وانت اليوم اصبحت مواطن، يعني كاي مواطن يعني اليوم من حقه يطالب ويظهر، ولكن مو بهذه الطريقه. النتيجه الثانيه بالمقابل الاطار التنسيقي الان يريد ان يحافظ على الدستور العراقي ويحافظ على شرعيه الحكومه العراقيه باعتبار خروجنا من الانتخابات بمحكمة ومصادقة وليس اليوم النتائج مال الانتخابات. والعلم طبعا كان إطار التنسيق رافض هاي الانتخابات، لأن هذه الانتخابات أكو لها مأخذ أنه هي خرجت عن إطارها الحقيقي، خرجت عن الدستور العراقي، أيضا خرجت عن الشرعية لأن فيها تدخل خارجي أجنبي وهو ما يسمى بالعصا الناقلة إلى دولة الإمارات. بالتالي التيار الصدري رفض، قال لا الانتخابات مصدقة وأنا الفائز الأول وما من حق الإطار يعترض، وبالتالي أيضا الإطار خضع إلى قرار المحكمة الاتحادية. ليش الآن السيد للأسف الشديد يبتعد عن المحكمة الاتحادية الجانب الأول، يبتعد عن الدستور العراقي، يبتعد عن شرعية الحكومة ويبتعد عن قراراتها ودخوله للبرلمان بهذا الشكل؟ هذه نقاط طبعا انا ما اقدر اجاوب عليها، ربما اتباع التيار الصدري ان يجيبون بهذه الشكل، هل هذا هو الحل اليوم الى جر العراق الى حروب اهليه اليوم؟ والحرب اليوم لربما تكون طائفيه اليوم، لا الحرب اليوم شيعيه شيعيه للاسف الشديد، وهذه خطر جدا اليوم. احنا ما نريد نرجع مثل عام 2005 لما كانت هنالك دخلت الطائفيه ببرنامج اسرائيلي امريكي ولوثت حقيقه واجهه البلد ولوثت شرعيه البلد، وبالتالي سقطت شهداء ابرياء للاسف الشديد من الطرفين، واعتقد ايضا خرجت بمخرج نتائج الجلوس على الطاوله والدخول الى العمل السياسي، وانت السني تاخذ حقك والكردي من القوميه اذن ياخذ حقه وايضا الشيعي ياخذ حقه في هذا البلد. استاذ محمد ارحب بك من جديد، يعني جماهير مصطدمه على الحضور الميداني، اعتصام للحفاظ على الشرعيه كما ينادي اليوم الحاضرين في ساحات الاعتصام، يطالبون بالشرعية، يعني الشرعية هم يخاطبون البرلمان والقوى السياسية أخذ دورها. بالمقابل يقابلها أيضا جماهير تطالب بحق الثورة، اليوم التيار أعلن الثورة ويقول يعني مثل ما اليوم يطالبون بالشرعية يعني عقد مجلس النواب أو كمال التشكيلة الحكومية، أيضا أنا عندي سوريا يحق لي الثورة ويسمي اليوم تظاهراته بالثورة. اليوم احنا نلحق من أي جهة؟ طبعا أكو أغلبية صامتة، إذا ما ردت هذه الأغلبية الصامتة أن تتحرك أن تتحدث، يعني لمن تميل؟ تحية طيبة لكم لضيفكم الكريم السيد رحمان، لمشاهديكم لتابعيكم
وشكرا للاستضافة. حقيقة يردد عندما تكون هناك مشكلة نقال لنجتمع على ما نجتمع عليه ثم ندع المتفارقات لنسميها بآخر مسمى. في الجهة الأخرى الشرعية معروفة واضحة المعالم، هناك استحقاق انتخابي وهناك دولة ضمن مؤسسات وأطر تشريعية تمخض عنها الأصابع البنفسجية برضا بامتعاض، ولكن الإطار وكل القوى المنضوية تحته رضت بهذه الأمر وانطلقت إلى آخر ما موجدنا الآن فيه. إذن مذعنين للانتخابات بالرغم من كثر ما علامات الاستفهام الموجودة، وتفضل ضيفكم الكريم أن هناك علامات، هناك تزوير، وصلت للتزوير ليست علامات وإنما مؤشرات أن هناك تزوير حقيقي أصبح في الانتخاب، والوثائق عند السادة النواب الذين يعني ترشحوا ولم يكن لهم فسحة لهذا القانون لهندسة الانتخابات. لنعود للأصل، إذن المسار الدستوري موجود بالجهة الأولى وما زلنا نشدد عليه. لنأتي للجزء الثاني اللي هو ما يرتبط بالتيار الصدري، لنأخذ آخر مسمى، كان هناك تغيير الآن وصلنا إلى الثورة. لنأتي للمشتركات، ماذا نريد من هذه الخلاصة لما يجري؟ أنت تريد تغيير، قل لي هل في الشعب العراقي هناك مواطن بسيط إلى أعلى القيادات لا يختلف على التغيير، وإنما حتى الفاسدين والمفسدين عندما يخرجون على شاشات التلفاز وبمنابرهم ينادون بالإصلاح؟ إذا لم نختلف على الأساس، هو الإصلاح والتغيير التيار بمطالبة هذه يستثني نفسه من عنده؟ ليش قلنا أنت الآن ليش قلنا لنتفق ثم لنختلف؟ إذا اتفقنا على أنه هناك فساد ومفسدين، وهناك خدمات يجب أن تقدم للمواطن، وهناك الكثير مما يبتغيه المواطن، والكل يعلم قد يعلم لا يعلم أن الدولة معطلة، الدولة بعدم وجود قانون الموازنة الآن معطلة. اذهب للدوائر، يعني بالمناسبة اللي أنقل لكم حادثة من البصرة، هناك مجموعة من المتقاعدين من وزارة التربية ومن كثير من وزارات النفط أحيلوا على التقاعد وبدون مردود مالي لسبب الموازنة، وأحد المعلمات رحمها الله انتقلت إلى رحمة الله وهي تعتصم بسبب أن الموازنة معطلة. لنعود للأصل، إذا كنا نريد التغيير والثورة وكل هذه المسمات، إلى أين أريد أن أصل بهذا المستوى؟ إلى أين أريد الإصلاح؟ هذه عملية سياسية، سواء كان هناك اندفاع تسرع مثل ما تفضل ضيفكم الكريم، لأعود للعملية السياسية أنا جزء منها. التيار الصدري والتيار بمختلف تسمياته السياسية كان حاضرا منذ عام 2005 إلى اليوم وبقوة، والحكومة الإدارية تتصاعد من جزء بسيط إلى أن وصلنا، يعني الآن الكل يعلم كانوا يرددون أن 73 أو ما اعتلى هذا الرقم هو ليس الرقم الحقيقي بالمئة. إذن إن كنت أنا جزء مهم من هذه الأمر، لماذا لم أعود للنمط الدستوري الحقيقي لأشارك الجهة الثانية البحث عن الشرعية لأنطلق بمخرجات هذه حقيقية تساؤلات للشعب. أستاذ محمد، هذه تساؤلات حضرتك تطرحها وإحنا نطرحها، لكن سألتك على سؤال مهم. إحنا تعرف أكو يعني جهة صامتة أو جماعات صامتة حتى ما تنطي رأيها بالعمل السياسي، ربما مصابة بالإحباط أو ربما يعني مغيبة أو ما عندها ثقافة العلم السياسي. لا. اليوم إذا أردت أن تتبع هذه الجهات الأغلبية الصامتة من تتبع؟ يعني أي جهة؟ لا الجهة الكل يعلم لازم السلمية والشرعية هي الأساس. حقك عندما كانت الأصابع البنفسجية هي المعيار حكمت الأمر، لأن كنا لو أريدنا أن نحتكم إلى الفوضى احتكمنا إليها منذ فترة. إذا ما دمنا وضعنا أصابعنا أو قاطعنا باختيارنا فهذا حق الدستوري والشرعي وهذا معتقدي. إذا أنا رضيت بالسلمية ورضيت بنتائج الانتخابات، إذا أنا مع الشرعية وهذا لا غبار عليه مع أي مواطن، سواء كانت نسبة المشاركة 40 30 الحقيقية. إذا أنا أمام 70% من الشعب العراقي اتفق على الشرعية وحقه الدستوري إن كان شارك أم لم يشارك. نأتي إلى المفرق الأهم في هذه المعضلة، إلى أين أريد أن نصل؟ إذا شرعية موجودة، المفترقات إما تأتي بطريقين كما يسمى وتحسب أنه يعني أرددها دوما، مواضع التماس عندما تنتزع ستجد فسحة للكلام. كان يوم السبت يعني غدا لو بقيت هذه المظاهرة بمفرداتها وبهذا التعشير قد نصل إلى مواضع تماس يمكن أن تهدد السلم الأهلي. ولكن لنقول إذن ما دام لم نصل إلى هذا اليوم وألغيت الأمر الأصلي المظاهرة الكبرى،
إذن بقينا بالجزئيات. هي لماذا ألغيت المظاهرة الكبرى؟ فلنفرض لأي سبب من الأسباب، تقديرا للشعب، لمخططات. إذن أنا نظرة رضيت بالسلمية. لا العفو أستاذ محمد، يعني لا العفو. أولا أجلت اتباع التيار الصدري بعد جولة السيد هادي العامري إلى المناطق الشمالية طبعا والتقاء بالحلبوسي، هنالك لربما تحليل للأزمة. الجلوس أيضا هنالك زيارة مرتقبة بالأيام القادمة إن شاء الله من الحاج هادي العامري إلى الحنانة شخصيا للسيد مقتدى لحل الموضوع على الطاولة المستديرة. وأنا آسف للمقاطعة. لا لا بالعكس سيدنا، نحن هذه للتوضيح يعني. لا لا هو إحنا متفقين. لو أنا جايتك بالسؤال نفسه سيد الجزائري. يعني هو التيار الصدري عند ما يعني صح لغى التظاهرات، لكن تواجده موجود في الاعتصامات، وحضرتك تابعت اليوم خطبة الوكيل عن السيد الصدر. نعم. يعني كان في خطابة يعني نوع من الحدة، وحدة شديدة جدا. نعم، يعني ما عرفناه عن سياسة التيار الصدري يعني منذ عام 2005-2004 والمشاكل كانت يعني بعد يعني مثلا ربما خروج مشكل جيش المهدي وبعدين دخول داعش وهذا ما جرى على العراق، كل هذه الأحداث تبين قرارات التيار الصدري قرارات متغيرة. يعني اليوم أنا أعول اليوم باكر لربما يتغير قرار السيد الصدر، لربما يعطي انسحاب مبعيدة أبدا إذا جلس على الطاولة ونفذت المطالب التي هي لربما يراها هي شرعية وحقيقية. إيش هي ممكن المطالب؟ يعني المطالب بس هو التيار اليوم يقول غير ممكنة. لا لا هي ممكنة، ليش غير ممكنة ستي العزيزة؟ لكن وفق سياقات دستورية. ست زينب ترى الإطار التنسيقي ما عنده اعتراض على سياسة التيار الصدري بأنه يطالب مثلا قضية الدستور وقضية الحكومة وحكم مؤقتا والاعتراض على محمد السوداني والاعتراض، ولكن هنالك مشكلة هي رئيسية ما جاء يتعاطى بها التيار الصدري مع الإطار بوضوح. اليوم ما يعني التيار الصدري أنا اختلف ويا السيد المالك، سبب الاختلاف واضح، عند دولة القانون وكان السيد البالك يحكم العراق 8 سنوات متتالية، فرضوا علي اليوم أنه لازم هنالك قانون، السلم الأهلي في خطر اليوم، هنالك جيش اليوم يضرب، وإحنا لدينا اليوم اتفاقية مع التحالف، ما نقدر ننكر اليوم سفارة أمريكية موجودة بالخضراء مجاور للقصر الجمهوري ومجاور للبرلمان ومجاور وتتحكم اليوم، وإحنا تحت بند معين. هسه بالتالي أنت تجي تقول لي هذا الجيش ما يسمى جيش المهدي يحوله الى اليوم عسكر منظم، نعم تحول الى عسكر منظم تمام، دخله ولما صار الاعتداء على داعش تحولت سرايا السلام الى اليوم منظمه مع الهيئه المسلحه مع المقاومه الموجوده ايضا اللي بالاطار التنسيقي، ودخلت اليوم بجانب اليوم قانوني. هسه بالتالي اكو مشكله اليوم الاخوان ايضا ما يوضحوها، انه احنا عندنا مشكله ويا السيد المالكي، اي مرشح السيد المالكي يرشحه ما يقبلون عليه. بس خليني اخدمك بهاي النقطه. تعرف انه اليوم الشارع يعني تحدثنا عن اغلبيه صامته، واكو ناس يعني مش شارك الطرف الثالث تتحدث يقول لك شنو التأزم الموجود اليوم بالشارع، يقول لك الصدر يريد إبعاد المالكي، هاي كل القضية. صحيح. هاي كل القضية اللي فاهمها الشعب العراقي. نعم. اليوم نعم. من المسألة شخصية وليس عامة المسألة أبدا. اليوم يعني آلية توضيح المواقف يعني للشارع العراقي، حتى لأنه ما يصير يختزل الشارع العراقي موضوعات مهاترات سياسية وخلافات سياسية متوقف عليها أمور البلد بأن هناك شخصية تريد أن تستبعد شخصية. اليوم شلون يتوضح هذا الموضوع للشارع؟ يعني الشارع العراقي حقيقة ست العزيزة لا يتحمل ضغط أكثر من لازم. اليوم 10 أشهر تقريبا دخلنا إحنا بدون حكومة، السلم الأهلي في خطر جدا، تغيرات اليوم قضية المظاهرات مع تواجد الإطار اليوم بالحفاظ على الشرعية والدستور يولد لربما احتقان كبير وليس ضعيف لربما، ويجرنا إلى أمور غير أمور. أنا أعتقد الطرف الثالث اللي أنت تشيرين إليه، الطرف الثالث متورط بقضيتين، القضية الأولى أيضا لديه مطالب خاصة به، مثلا على سبيل المثال عندما جلس الهيئة السياسية لأتباع التيار الصدري، وكانت التيار الصدري جزء من الحكومة ولا يزال هو جزء طبعا لا يتجزأ من الحكومة، ولا تكون حكومة إلا بالتيار الصدري العلم، يعني هذه نقطة راس سطر، خاف يجي واحد يقول طلع التيار الصدري وإحنا بعد أسبوعين نشكل حكومة. من القبة التشريعية سيد من كل من البرلمان، من القبة التشريعية الجهاز التنفيذي بالضبط، الجهاز التنفيذي الشرعي. هسه اليوم يجي الطرف الثالث عنده مطالب، اليوم عندنا مشاكل بين الإقليم وبين المركز،
هم ان نخفي هاي المشاكل؟ لا، مستحقات مبيعات النفط زيادها، قضية تركيا اليوم التدخل بها بالحدود العراقية، هذه كليتها طبعا اللي يدير هاي الحلبة ست زينب بصراحة للشعب العراقي السيد مصطفى الكاظمي اللي يلعب على الوتر والوتر الحساس اللي هو المواطن العراقي والمصالح الشخصية للأحزاب. شلون؟ هسه بالضبط جرى اجتماع أخير طبعا بحضرة التيار الصدري. منو كان اللي المتحدث بمطالب التيار الصدري؟ هو نفسه رئيس الوزراء. أحسنت، وهذه كارثة حقيقة. أنت رئيس وزراء مؤتمن وأنت أجيت باختيار حزبيا كبيرا بالانتخابات، ما هو بعد عادل عبد المهدي وبعد جمهور التشريع وبعد الجزائري. الطرف الآخر فاهم الموضوع وفاهم أنه سيد الكاظمي عنده اتفاقيات. ست زينب بسمحي لي خلي أوضح لك، الطرف الثالث الأكراد والسنة لديهم اتفاقية وتوقيع مع السيد الصدر. لكن ما حققوا الجلسة، النصاب ما تحقق. النصاب لو كان متحقق كان التيار الصدري يشكل حكومة، واضح؟ بالمفاوضات اللي جرت في أربيل والمفاوضات اللي جرت في بيت العلبوسي مع السيد الصدر. هسه هنا صارت ما حصل السيد الصدر مرتين جلسة ما صارت، ابتعد، قرر الانسحاب من العملية السياسية. الإطار هنا دعا الإخوان الكرد أنه يحلون نزاع الرئاسة الجمهورية الحزبين، وبعد ذلك هل دخول مرشحين البرلمان بالتصويت على رئاسة وزراء للشيعة للسيد مثلا اللي يختارون السيد السوداني أو غيره، وكانت أكو أسماء طبعا حتى كان دكتور حيدر العبادي والسيد المالكي طبعا بالبداية ورفضوهم تسريبات رأسا إجت للتيار الصدري، قالوا بصير لا تصير جلسة بالبرلمان ولا نقبل، ومن الأسباب أننا نطلع مظاهرات. هاي قبل المظاهرات راح نطلع مظاهرات ونوقف الحكومة العراقية، ما نقبل اليوم السيد المالكي يترأس رئاسة الوزراء. الإطار التنسيقي اجتمع بنفس اليوم حقيقة بعد السيد المالكي، وبدت المؤشرات واضحة طبعا أنه السيد المالكي لا يكون رئيس وزراء لأنه التيار الصدري يختلف معه. رشحوا حيدر العبادي، كانت الجهة الكردية رافضة لحيدر العبادي لسبب ما، مواقفة من كان رئيس الوزراء، مواقفة لما كان بدخول الكركوك ورفع العلم كردستان ورفع العلم العراقي في محافظة كركوك ودخول الحشد الشعبي الساعة الخامسة عصرا، وكان ربما طبعا محملون ضغين على سبيل. إذن أنا أريد أوضح لك، الطرف الثالث إن لن يستفد من الطرفين واليوم يستفد بأمور تخصه ما بين اليوم الموضوع السنة وموضوع الأكراد، القطب أول هو الأكثر رئاسة الوزراء ما راح يوقعون وياه ولن يكون جلسة هنالك. أستاذ محمد، يعني تحدث السيد الجزائري وأنت تأيده بإيماءات، يعني شنو الرجل الظل اللي يقود هذه المعمعة وهذه الزوبعة والانسداد السياسي والسيد الكاظمي؟ يعني طبعا السيدة الكريمة ليست إيماءات، هذه إسقاطات واقعية على الأرض، بل إنما مؤشرات واضحة. السيد الكاظمي يدير هذه المرحلة ولكن بشخصية ثانية، يعني الكل يعلم رئيس الوزراء. شنو يعني شخصية ثانية؟ سيدتي الكريمة، السيد رئيس الوزراء الكاظمي له مهمتان لا ثالثة لهما عندما اعتلى هذا المنصب. أولا الوصول لموعد انتخابات وهذا لا يقبل الشك ووصلنا إليه. الجزء الثاني التيسير الاقتصادي لأوضاع البلد. بالمناسبة البلد به مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، ولولا حرب أوكرانيا وارتفاع سعر النفط لكنا الآن في معضلة اسمها الرواتب والموظفين في خطر، وما زلنا في هذه الخطر لأننا لن نستدرك ولم ننظر المستقبل حتى نؤشر. إذن هات كل ليس له سوى هاتين البرامج. إذن ما الذي أقحمك بما أنت فيه الآن من تفاصيل؟ كثير من التفاصيل. أنت الآن سمحت بالتمدد، سمحت بقرارات كثيرة، الآن أنت السيد رئيس الوزراء وأمامك مهام جسيمة أمام الشعب العراقي كما تفضلت. نبتدأ بالجزء الأخير اللي هو الشعب. الآن إذا قلنا أن 40% شاركوا وفق الإحصائية الأخيرة للانتخابات، إذا 60% صامتين لم يشاركوا. لماذا لم يشاركوا؟ لأنهم ناقمين على العملية السياسية. وما زاد هذا النقوم هي حكومة السيد الكاظمي. إذن إن كنت لم تتسلم بشخوص مهنية حقيقية وأنت الآن تبعث عن الحلول وأنت جزء من معضلة هذه الوقت، لم وأن يخلق السيد الكاظمي يعني مشاكل ويشارك بهذه المعضلة، هذا معناه إما هو طامع بالحكم أو هو متخوف مما بعد ترك المنصب. شنو بالضرورة اللي يخلي السيد الكاظمي يدخل في هذا النزاع، في هذه المعمعة، في هذه الإشكالية؟ التاريخ يسجل سيتصدر رئاسة الوزراء باعتباره
يتناغم مع أي شيء. ما يخاف من المحاسبة مستقبلاً إذا ليس عندها. قل لي والسيد يعلم، هل في الدولة العراقية من تم محاسبته صغيراً أم كبيراً؟ أبداً أبداً. هسه على الأقل المرة تختلف رأينا. ما تختلف سيدتي الكريمة، الكل يعلم هذا البلد بني على هذه المنظومة. هذه المنظومة هي المنظومة التوافقية، أو سميها بالاسم الصريح لنكن، لأننا في إن جاملنا في لأبعد للأصل، هي المحاصصة كلها اتفقت منذ عام 2005 بالدستور بكل الانتخابات أن هناك يعني احترام للنسيج الاجتماعي تحت مسمى المحاصصة، وانتهى الأمر. أنت الكل جميع موجود، ورضت بكل هذه الآن اللي آخرها داعش أن يكون هناك السلمية موجودة. إذن كيف أخرج في نهاية المطاف لأردد أني سأتفرد بالحكم؟ هذه هي المعضلة الكبيرة. لا يوجد تفرد، انتهى زمن التفرد، وانتهى زمن الدكتاتورية، وانتهى زمن الشخص الواحد. وهذه هي رسالة إن لم يعيها من استحدث السياسة أو دخل بالسياسة أو جهل نفسه بقضايا السياسة، يعتقد أن السياسة تعطى على طبق من ذهب، فهذا الأمر غير واقعي وغير حقيقي. هناك مطالب حقيقية يجب أن تنفذ، وأولاها ما دمنا اتفقنا أنه هناك تناغم وسلم وطريق تسلم سلطات سلمي، لنمضي بهذا الطريق. أما أن تستحدث شيئا بعد قرابة 20 عام من التغيير إلى اليوم ليكون خطوة جديدة، هذا الأمر نسف للعملية السياسية بأكملها. هذا الآن المسير إلى المجهول. أنا الآن الكل يعلم، إن كنا نتحدث عن كل الأطراف ومن فيه التيار الصدري، استبعدنا الآن جزئية انسحاب، وركزت على قاطعة ضيفكم الكريم بهذه الجزئية، خرج من البرلمان. ولكن قولي لتأتي الأسماء وتردد أين الموجودين بالجهاز التنفيذي من أبسط موظف إلى أعلى سنة من الإداري، ستجدين التيار الصدري موجود مثل ما موجود الإطار، مثل ما موجود أخوتنا السنة، مثل ما أخوتنا الأكراد. هذا أهم ما إحنا نقدر نحكي، أنا هذا حقا. لماذا قلنا إذا ما دمنا متفقين على هذه الأمور ومتفقين لنأتي بأخذ على المسميات على الثورة والإصلاح، لماذا لا أنطلق مع كل المكونات لأضع مثل ما هذه جلسة الحوار المفتوحة، أضع الخطوط الحمر، بناء البلد، احترام الجميع، التنمية، المكاتب الاقتصادية أن تذهب بعيدا، ليكون هدفنا أن الوصول إلى انتخابات قريبة، وانتهى الموضوع. تمام أستاذ سيد الجزائري، طبعا وراء الاجتماع الأخير اللي صار في رئاسة الوزراء بحضور السيد الكاظمي، كنا نتأمل أنه تحدث ثغرة بهذا الانسداد وخلاص، يعني نشوف بريق أمل باعتبار القوى السياسية بدأت تدعن لبعض، وممكن موقف الأمم المتحدة موجود ممكن يسهل الموضوع. لكن بالعكس حتى الحوارات الجانبية مع السيد الصدر صعبت بعد هذا اللقاء، بعد هذه المشاورات المطالب ارتفعت للسيد الصدر، شو اللي يصير؟ يعني الورقة الرابحة هي فقط المفاوضات. الأمم المتحدة تدخلت طبعا وزارت بلاسقارت السيد مقتدى الصدر للحنانة زيارة خاصة حقيقة، وطرحت علي طبعا أنه أنتم شركاء في الوطن، وأنت لا يزال اليوم موجود لك ثقلك اليوم في العراق، اليوم عندك اليوم مناصرين، عندك جمهور قوي جدا اليوم من أتباع آل الصدر، واليوم هذه التشخص بأنه مطالبك أنه تحقق بها الشكل هذا ما ممكن طبعا، أنه أنت تقعد ويا الأخوان وتحلون هذه موضوع اليوم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وما بعد ذلك قضية حل اليوم الإصلاحات اللي يطالب بها التيار الصدري. هسه الإصلاحات إن أتت بالمظاهرات والعنف أعتقد هذه مو إصلاحات، هذا جانب قانوني اليوم يرفضها، هذا الجانب الأول. الاستهانة بأنه الجمهور كله اليوم لجهة معينة هذا هم خطأ كبير. لا، مثل ما اليوم التيار الصدري لديه، اليوم عندنا اليوم جمهور، عندنا أحزاب مشاركة بالعملية السياسية، أيضا عندنا ارتباط بالأمم المتحدة، عندنا ارتباط إقليمي اليوم يخص اليوم العمق العربي الموجود الذي اليوم لا يزال حقيقة إليه اليوم الأرجحية بالتدخل حتى بدول الجوار بسياسة العراق اليوم. فبالتالي أنا أعرف اليوم أنه سياسة اليوم التيار الصدري إلى حد ما لديها وقت معين للمظاهرات، لا أعتقد هي طويلة الأمد بهذا الشكل، وإن كان هنالك لربما أبعاد وهنالك تسربات. هل ممكن قانونيا إعادة التيار الصدري للبرلمان؟
نعم. قانونيا يقول ما ممكن يعني. لا 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 لا، الخبراء القانونيين طبعا انطوا رايين، الراي الاول انه المحكمه الاتحاديه لحل لربما هذا الموضوع كفائق زيدان اليوم لا باس برجوع التيار الصدري الى القبه التشريعيه والمشاركه مع الاطار التنسيقي. لكن المؤشرات يعني نفس التيار الصدري ما عنده رغبه بالعوده. لا هو هذا تلاعب سياسي ستي العزيزه. اليوم انا كل ما اثقل اليوم طلباتي كل ما احصل على مكاسب اكثر. اليوم ما احنا مو قلنا التيار الصدري ما خارج عن العمليه السياسيه فقط من التشريعي. ممكن التيار الصدري يخطو هالخطوه اذا ما هناك مخرج قانوني بان يعود الى البرلمان، ايش راح يبرر هذا الموقف للجماهير؟ يعني من ضمن طبعا يهز الجماهير التابعه للتيار الصدري لانه ثقتهم بانه هم بانهاء العمليه السياسيه برمتها طبعا، هم هذا مطالبهم. يعني ليس الاصلاح اليوم بقضيه فقط اليوم عدم تشكيل رئاسه الوزراء بالجانب الاطار التنسيقي، لا هم الان مطالبين بالدستور، الغاء الدستور مو تعديل الدستور، هذا الجانب. لكن قضيه سيد مقتدى بالرجوع الى عدم مظاهره مليونيه كانت السبت الفات، اعتقد كان هنالك بعد خروج الاطار اكو صار في التوازن بالعمليه. اليوم انت عندك مطالب وانا عندي تنفيذ شرعيه. القادمون الاطار التنسيقي الان حسب يعني التسريبات، وانا مقرب جدا كان البارحه تسريب من احد الاخوان اعضاء الاطار التنسيقي بلغني شخصيا انه احنا بالحد الادنى الاسبوعين القادم مشكلين حكومه. هذا شيء يدل على ان هناك موافقه اليوم ب 175 نائب ذاهبين يا سيد مقتدى الصدر الى القبه التشريعيه لاجراء تصويت على رئاسه الوزراء. سيد هذا الموضوع مهما تكون اعداد الحضور داخل قبه البرلمان والاتفاق لكن قبل التيار هذا ما يهم الموضوع، يعني بيوم واحد يطلع يسد الشارع يقتحم ال لا لا بهالشكل ست زينب احنا لا نضحك. ما هذا اللي يصير. لا لا اسمحي لي، هسه هي مظاهره سلميه. هي مظاهره سلميه لو تسلحيه. هو اللي صار قبل 28 او 27 يوم استاذ محمد شاركنا. لا 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 ما صار هو قبل عقاد الجلسه، يعني مو وقف التيار عقاد الجلسه ست العزيزه ولا يعني اخذ من الفاصل لحديث، لكن ما دمنا نجتمع على الوطن يعني تفضل بجزئيه مهمه. يعني لم تصل الى الشيء المسلح، كان هناك فقط اعتصامات. وليشدد السيد الكاظمي بفتح بوابات الخضراء سهل هذا الامر وسهل الاعتصامات حتى نكون واضحين. أيه؟ ولو كان يريدها مثل ما يعني وخلى صبات على الاطار. احسنت. يعني هذا هاي الجزئيه اللي انت تبحثين عنها. من الشخصيه الثانيه لمصطفى الكاظمي؟ هذه هو اللي استاذ محمد سالتي هذا السؤال، انا اقول لك الجزئيه الثانيه هي هذه. طبعا بوابات الخضراء ست زينب لو يطلع اي احد على الخضراء طبعا هنالك بوابه بس فقط هي من جهه الحارثيه هذيك اللي مدخل السفاره الامريكيه، هذيك طبعا مشدده الدخول بها. اما من جسر الطابقين من هنا اعتقد بوابه موجوده طبعا حتى للمواطنين اللي ساكنين داخل الخضراء. قبل لا يعد الاطار التنسيقي بمظاهره دخلت بالليل ليلا قياده عمليات بغداد وخلوا صبات وعدم دخول او التقرب الى بوابه الخضراء. اما عندما طالب التيار الصدري بخروج مظاهره فتحوا المجال والابواب لهم بالدخول ودخلوا بداخل الخضراء والى حتى كرسي رئيس البرلمان، وهذا اسف جديد اللي بقت كل دول العالم اليوم تتعيب على مظاهره كهذه، وهذه مظاهره غير حضاريه. اليوم انت لو كان الاجدر بكم اليوم ساحه التحرير موجوده، وهذه ساحه لها تاريخها العراقي، وكان هنالك ايضا هنالك ساحات موجوده في العراق كانت تتظاهر وتطالب، وان كنت تطالب بالاصلاح ابقى بالعمليه السياسيه وطالب، وانت جزء لا يتجزا من الحكومه العراقيه يا سماحة سيد مقتدى. أنت اليوم ابن السيد الصدر، أنت حتى والدك الله يرحمه رحمة الله على روحه وكل آل الصدر طالبوا حقيقة بالإصلاح بأنظمة كانت لربما فاسدة أكثر وكانت أنظمة بعثية، ما طالبوا وخلوا اليوم دماء وخلوا توتر اليوم وسووا الشق الشيعي اليوم بنصفين. للأسف الشديد اليوم نتحدث اليوم عن الشارع العراقي، هنالك إحباط كبير اليوم. مو هذا اللي عشمنا بك يا سيد مقتدى، عشمنا بيك اليوم تجمع الوحدة الشيعية وتجمع كلمة العراق، وأنت اليوم مصلح وتنادي بالإصلاح. وأنت اليوم نعم كانت هنالك خطوات عندك جيدة، اليوم لما انسحبت من العملية السياسية انسحبت بأنه شفت اليوم الطرق مسدودة، ولكن كان الأجدر بيك أن تجلس مع الفرقاء السياسيين. من السيد المالكي؟ وأنا أختلف وياه. السيد المالكي ترأس رئاسة الوزراء سنتين، طبق دولة القانون والقانون والكذا زين. هل هنالك خارجين عن الإصلاح عند المنظومة مالتك؟ نعم.
وعند السيد المالكي لا 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 أبو السيد وعند السيد عمار وعند السيد البقية. السيد يعني حتى بخطاباته يعني يترفع بالحوار معهم، قال أنا ما أحاورهم مثلي لا يبايع مثلهم، يعني معروف يعني هسه ما أعرف هم جايين من يقطب هم أسد زينب. أولا الإطار التنسيقي، أولا شريك بالعملية السياسية، جزء منه من كتب الدستور العراقي، من قضاة عراقيين معروفين. هسه هذا العتب اللي جابيه السيد الجزائري والتساؤلات اللي طبعا بصدر كل العراقيين يعني المنصفين حقيقة، يمكن يتحدثون يعني يقول إذا كان الإشكال يعني او الحل لدى السيد الصدر فخليه ينطينا مجال للحل لا تتأزم الامور اكثر، وما ذكر السيد الجزائري. بالعوده اليك استاذ محمد، يعني ما كملت لي موضوعه انه ممكن الاطار يذهب الى جلسه ويعقد جلسه يختار رئيس، طبعا بعد اختيار رئيس الجمهوريه. ست العزيزه يعني كتبت مقالا والكل اطلع عليه، التيار وحد الاطار واحد السنة واحد الكرة، فتغيرت مجريات اللعبة. قد يكون مثل ما تفضل في لحظة من اللحظات كان هناك تماس تضاد سميها تقاطع سميها بين السيد الصدر والسيد المالكي، وهذا الأمر لا يخفى على أحد بأي إطار من الإطارات، هذا هو المنفذ. أما الآن أنت الآن تتكلم على جهة بجهة ثانية، الآن تتكلم عن الإطار، والإطار الكل يعلم هناك كثير من الوجوه مثل السيد العامري، وكثير من الوجوه لها مقبولية، الفصائل كثير من الفصائل سحبت. استاذ محمد اعطونا نقطة واحدة، التيار الصدري على محمد السوداني اكو عنده دعوة في النزاهة، طريقة الترشح، هو طريقة الترشح، طريقة الترشح. انا الكتلة الاكبر، قال انا الكتلة الاكبر قانون، انت انسحبت يا اخي، انت انسحبت من العمل السياسي غير انا رشيح، وقال هذا الواحد يقول لك لا انزل ولا خلي رحمه الله تنزل. وهي رحمه الله عمي، انتم تريدون شخصيه، اسمح لي، اليوم شخصيه، اليوم غير متحزبه، اليوم شخصيه ما عليها اليوم ملف فساد، الرجل لزم وزارات يؤيدون هذا الشيء. التيار ايد 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 يعني احترام لشخصيه السوداني، لكن قال طريقه الترشح ما مقبوله، ما قال أنا ما أقبله، لكن قال الشارع ما يقبله. أقل التعليقات داخل مظاهرات التيار الصدري كانت اليوم كلها ضد السوداني وعدم رفضه نهائيا. يعني هسه احنا ناخذ على الأقل ما ناخذ من سيدنا العزيز، مو هي هناك إشكاليات كثيرة قد يكون يعني هي عدم وضوح الرؤية للتيار الصدري. يعني لا لا ليس لشخصه هو، الكل يعلم، ولكن الكل يعلم السيد يعني عمل السيد الشيعي السوداني في فترات مع يعني مع السيد المالكي، فحسب عليه. فهذا الامر الان عدنا الى الاصل وهو ما يرتبط بالتيار الصدري. اذا انت وحدت كل هذه القوى، الان اللي يعلم مثل ما تفضل حضرتك، الان جهتان موجوده، التيار من جهه والاطار بكل مكوناته بالجهه الاخرى. نعم. هذا رقم واحد. اثنين، اين نريد ان نصل؟ هل هو المشكله موجوده في شخص السيد السوداني أم في الأطر الدستورية؟ هذه ممكن تحال بعودة جدا كبيرة، قد يردد هناك مجال قانوني، هي ليست معضلة، هذا البلد توافقي. يعني ماذا يريد السيد النائب بعدد السادة الذين اعتلوا المنصب؟ أعطيهم ميزات ضمن هالقرارات التي أعطيت منذ عام حكومة عادل عبد المهدي، الحزم الإصلاحية الثلاثة اللي هي سبب تدمير البلد اقتصاديا والإداريا. بس أخرنا بهاي النقطة، شلون مثلا إعادة ترشيح السيد السوداني بها طريقة؟ باعتبار الوجه الثاني للسيد المالكي. لا لكن احنا نطرح للسيد السوداني لكن بطريقه ترشح اخرى مثلا التيار يطرحه. انت الان ايش اشكاليتك؟ هل في مكنوناتي باعتباره سيعمل لاجل السيد المالكي؟ محمد السوداني لديه كتله الفراتين، لا غير تابع لتنظيمات السيد المالكي. السيد السوداني ما عنده رجل، وهنأته حقيقه لانه له رؤيه كبيره ويعمل على هذا الملف اللي هو ملف اداره الدوله بشكل جدا كبير، وقلتها له بالرغم من عدم اقتناعتي بكثير من الشخوص، ولكنك تستطيع ان تبدا لانك تستعمل على ملفات متوسطه سيمكن ان تخدم للمواطن. والتيار يعترض لانه السيد السوداني تاريخه دعوه وقابل عليه السيد المالكي. لم نختلف عليه. اذا انت الان تريد ان تغير، كيف ستغير؟ هذا هو اللي قلنا المفروض، السلميه والاحتكام للشرعيه والقانون. اذا عد بنا الى الشرعيه والقانون ودع مجلس النواب يلتئم ان كان بوجود نوابك او بشروطك وينتهي الامر. تمام سيد، اليوم التيار يعني لهجته بدات تصاعد يوم بعد يوم، اذا ما اجينا على خطاب يوم الجمعه اليوم
وهي طبعا رسالة مكتوبة بقلم السيد الصدر قرآن اللي يمثله، وكان في لهجة يعني ما أريد نقول تهديد وإنما يعني حادة جدا اللهجة اليوم، لهجة الخطاب. حتى المتظاهرين اليوم بمطالبهم يتحدثون عن اللاعب الإقليمي، ابتعد يا لاعب إقليمي، وهم في إشارات إلى تحركات من قوى الإطار على الإقليم، رافضين الموضوع تماما. اللي كان التيار اللي كان يطالب بضرورة التحاور مع الإقليم وأهمية الدول الإقليمية، اليوم المتظاهرين يتحدثون ما يا إيران ما عليك، يا سعودية ما عليك، أحد يتدخل بهذه الطريقة. زين اليوم حتى الساعدي التابع للتيار الصدري ذكر قال له ليش مستغربين من عندنا ومن اللي تسوي مع السيد المالكي بال 2000 يعني بمجلس النواب، ايضا هدد بمظاهرات الغربيه اللي حتت شبه الموضوع يعني تماما متشابه، يقول ده يصير مو شيء جديد. هاللهجه اللي جايه تصاعد يعني ممكن الى اي مدى توصل؟ يعني رغم كل هاي الأزمة وكل هذه، لكن لحد الآن لم نرى يعني اليوم تدخل اليوم المرجعية العليا. يبقى اليوم سيد مقتدى الصدر وإن كان تعالى بجمهوري وبمرجعية آل الصدر، ولكن هم أيضا لا يتخلون عن اليوم قرارات السيد علي السيستاني الله يحفظه. أنا بالتالي أذكر لك قضية يعني مدام عدت للتاريخ القديم وما يعلقون عن السيد المالكي وعن غيره، وأيضا ما يعلق الإطار عن اليوم ربما الساعدي نفسه في يوم من الأيام جلس في البرلمان العراقي وموجودة تقولين قناة العهد ذكرته أنه قال لا يمكن في يوم من الأيام حل البرلمان العراقي، ونفسه طبعا هو اللي الآن بالتيار الصدري. هذا نتركه، نجي إلى يعني كانت هنالك مشكلة كبيرة طبعا، وكان العراق في انحدار في أيام جيش المهدي، ولم تحل القضية إلا بدخول السيد علي السيستاني الله يحفظه من لندن إلى طائرة ما قبل ينزل في مطار النجف، قال أنا أنزل في البصرة ويجمعون كل وكلائنا وأنا أدخل وأنتم تدخلون على كل اليوم قيادات التيار الصدري لحمايتهم اليوم الأمريكان. أنا أنتظر بالأيام القريبة جدا طبعا. منو ايش تنتظر السيد؟ ننتظر الشارع العراقي ينتظر. والمرجعية ايش تنتظر منها؟ لا ننتظر من المرجعية اليوم إصدار قرار اليوم شنو بحماية التيار الصدري؟ لا مو حماية التيار الصدري، ذكرت هذا الشاهد ما يشبه الموضوع. لا 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 يشبه الموضوع. شلون يشبه؟ اسمحي لي، لو تدخل اليوم السيد الصدر والمرجعية في بيانات واضحة من خلال الجمعة ومن خلال وكلائهم، أعتقد التيار الصدري سينسحب من المظاهرات. سيدنا بس لأوضح هذه الجزئية التبست على استفقاديكم ومشاهديكم ومتابعيكم، في تلك اللحظة كان الجيش المهدي ومن ضمنهم السيد مقتدى في صحن الإمام علي سلام الله عليه في تلك الأيام، فقفلت الأبواب الخارجية وكان الأمريكان عند الأبواب، والكل يعلم معارك بحر النجف أصبحت عبارة عن يعني مع جيش المهدي بشيء بتماس، ولولا قلنا المرجع الأعلى حفظه الله بعودته من لندن إلى البصرة لم يسمح له بالنزول لا في بغداد ولا في، لم يكن مطار النجف موجود، فأتى بالطريق البصرة إلى أن وصل، ففضل اعتصام عن المدينة القديمة وانتهى الأمر بعد حصار 14 يوم. نعم. لذلك عندما تهددت أنه ستدمر كل ما تبقى المذهب مو احنا سواصلين لا طريق مسدود، احنا الان واصلين لا طريق مسدود، لا الطرف الثالث سياسيا اليوم قادر ان يدخل، ولربما بعد ما يشكل لربما الاسبوعين القادمه ننتظر ان شاء الله لربما يشكل الاطار، بعد الاطار راح تصير ازمه ربما اكثر، لان التيار الصدري لا زال اليوم رافض اليوم الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومه. الان هل تقف المرجعيه يعني واقفه اليدين وهم تقول انا ما اتدخل سياسيا؟ لا تتدخل، البلد في حمايه المرجعيه، مثل ما دخل اليوم داعش وأعطت بيان نفور عام لكل الشعب العراقي وأنهت على طوال 4 سنوات حرب قادتها 30 دولة، مو دولة واحدة لداعش، كلها كانت تؤيد لداعش، يعني تحسبها الدول العربية ودول أوروبية وغيرها، ودخلت وخربت في العراق. أعتقد لا، الكلمة تقف. أنا أنتظر في كل يوم وأتابع اليوم كل بيانات اليوم. الطرف الآخر يدعن إلى ما تطرحون المرجعية؟ أكيد لن يختلف سيد مقتدى الصدر وهو جندي من جنود السيد السيستاني، لا يقف. خلينا ما تبقى لأكمل لا 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 لأكمل هذه الجزئية حتى ماذا سينادي السيد علي السيستاني؟ عراقكم، مذهبكم، أخوتكم هي الراية العليا، فسينزع الجميع ما عدا بعض الأشخاص هذه العدم سلمية ويتجه إلى السلمية والاتفاق.
سيد محمد فخري المولى الباحث في الشأن السياسي، شكرا لحضورك معنا في هذه الساعة. سيد عبد الرحمن الجزائري السياسي المستقل، شكرا لحضورك سيد، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، في أمان الله.